بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعد الله أوقاتكم طلابي وطالباتي الكريمات، طلاب الأعزاء، طالبات الكريمات، أهلا وسهلا بكم طلاب المحاسبة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويبارك فيكم. إحنا اليوم إن شاء الله بنلتقي مجددا معكم في المحاضرة رقم 3، واللي تتعلق في استخدام العينات في التدقيق. طبعا هذه المحاضرة تأتي استكمالا للمحاضرة السابقة، واللي يعني تحدثنا فيها بشكل مفصل عن موضوع العينات، أنواع العينات، العينة الحكمية والعينة الإحصائية. تحدثنا عن الفرق بين التنتين، مزايا العينة الإحصائية. تحدثنا أيضا عن طرق اختيار العينة الإحصائية، وقلنا أنه في عندنا 4 طرق لاختيار العينة الإحصائية، منها الطريقة العشوائية والطريقة المنتظمة. طبعا الطريقة العشوائية أنه بيتم اختياره بشكل عشوائي، الطريقة المنتظمة أنه تعمل فاصل زمني أو عفوا مدى عيني بين العينة والأخرى أو المفردة والأخرى 50 40. طبعا هي معادلة. في عندنا نظام الاختيار الطبقي، انك تقسم المجتمع الى طبقات، وهذه قلنا انه تستخدم عندما يكون المجتمع غير متجانس. وقلنا في عند النظام العنقودي اللي هو اذا كان عندنا الملفات مثلا زي اصالات القبض او سندات صرف او غيره محفوظه في ملفات او في كلاسيرات، فبعتبر كل ملف عباره عن عنقود لحال وباخذ عينات منه. اليوم ان شاء الله في هذه المحاضره حنتحدث أو سنتحدث معكم إن شاء الله حول خطط المعاينة أو منهجيات المعاينة، وبتمنى من حضراتكم طلاب وطالباتي أنه تركزوا كثير في هذه المحاضرة، لأنه صراحة فيها أرقام، فيها عملي، فيها تركيز نوعا ما، لأنه إحنا اليوم إن شاء الله حنشوف كيف أنت بدك تختار العينة كمدقق. طبعا الطريقة إحصائية، طريقة علمية، فأتمنى أنه تركزوا معي، ولما تحس حالك انه فعلا الفيديو او المحاضره بدك تركيز اكثر، وقف، عيد، اكتب معي، لخص معي، تمام. تحتاج لمزيد من الشرح ارجع على الكتاب قدر الامكان. حنتعرف ان شاء الله في المحاضره هذه على معاينه الصفات والخصائص. طبعا احنا في عندنا معاينه الوحدات النقديه كذلك، حناخذ ان شاء الله في المحاضره القادمه. حنتعرف ايضا على موضوع خطوات عملية المعاينة، كيف أنا بختار فعلا العينة وبختبرها. حناخذ أيضا مثال عملي على كيفية استخراج حجم العينة واختبار العينة. أول نقطة إحنا بنتحدث عن طبعا النقطة الأولى، الهدف بشكل عام من موضوع المعاينة. يعني ليش انت يا استاذ بتشرح لنا موضوع استخدام العينات؟ يعني ايش الهدف وايش الفائده من كل موضوع العينات كله؟ تمام؟ الهدف من موضوع العينات زي ما حكينا سابقا، الهدف من المعاينه هو تمكين المدقق من الوصول الى استنتاج متعلق بخاصيه معينه في المجتمع، تمام؟ او متغير معين. يبقى المعين المدقق بده يتمكن من الوصول الى استنتاج بخصوص ايش؟ بخصوص مجتمع هو قاعد بدرسه، هو قاعد بدققه. وعن مجتمع بنحكي عن شركه، في شركه، تمام. فقد يرغب المدقق في الوصول الى استنتاج او راي بخصوص صفه او متغير، صفه معينه او متغير معين في مجتمع التدقيق. طيب يا استاذ ايش الصفه وايش المتغير؟ نحن نشوف مع بعض. الصفه هي الخاصيه النوعيه التي تحدث بتكرار معين في المجتمع. يعني في صفة معينة في المجتمع اللي انت بتدققه يجب ان تتم. يعني مثلا حكينا قبل هيك موضوع مثلا ختم الفواتير، فواتير المشتريات بختم مدفوع او تم السداد. هذه صفة نوعية، يعني مش ارقام، يعني عبارة عن صفة واجراء رقابي يجب ان تقوم فيه الشركة، تمام، كلما كان عندنا فاتورة مشتريات. طب هل هذه الصفة بتتكرر فعلا وبتحدث في المجتمع ولا لا؟ يعني هل كل فواتير المشتريات مختومة بختم مدفوع؟ تمام. حتى مثلا سند الصرف كذلك، تمام. فهل هذه الصفة الرقابية أو الإجراء الرقابي فعلا بتم بشكل متكرر على جميع مفردات المجتمع اللي احنا بندققه؟ واحنا الآن بنحكي عن مفردات مجتمع هي فواتير المشتريات،
وهي انه لازم يكون كل الفواتير مختومه بختم مدفوع، تمام. وبالتالي المدقق بيحتاج ياخذ عينات عشان يصل لاستنتاج او راي انه هل فعلا هذه الصفه موجوده في المجتمع ولا لا. طيب ايش هو المتغير؟ المتغير خاصيه كميه. اها، المتغير هو ارقام خاصيه كميه كاجمالي القيم الماليه المدققه او المسجله في الدفاتر، او الفرق بين القيم المدققه والمسجله في الدفاتر. يعني والله مثلا عندي مكتوب الذمم ذمم مدينون ب 10,000 دينار، طب هل فعلا هذه فعلا حقيقه 10,000 دينار؟ والله مدينون مثلا الحاج محمد 2500 دينار، هيك مكتوب عليه، لكن هل فعلا هو عليه 2500 دينار؟ تمام. المتغير هي خاصيه كميه كاجمال القيم الماليه المدققه. انا بقول والله عندي المبيعات المؤجله او المبيعات الاجله عفوا 3000 دينار، هل فعلا هي 3000 دينار؟ تمام. او المسجله في الدفاتر، او الفرق بين القيم المدققه والمسجله في الدفاتر. هي الفرق بين الجهتين، بين الصفه والمتغير. طبعا الصفات بتركز على موضوع اللي هي العلاقه باختبارات نظام الرقابه الداخليه، وهل فعلا نظام الرقابه الداخليه يعني ماشي بسيستم مناسب وقوي ويمكن الاعتماد عليه ولا لا. وبالتالي خطط المعاينه او منهجيه المعاينه اللي حنشوفها بتمر باربع خطوات، حنشوفها ان شاء الله مع بعض. هناك العديد من خطط المعاينه اللي يستخدم بعضها في المعاينه الخاصه باختبارات الرقابه والاختبارات الاساسيه للعمليات. طبعا احنا بنتحدث عن اختبارات الرقابه الداخليه، تمام، معنى في كل شركه في نظام رقابه داخليه. الان المدقق بده يعمل اختبارات لهذا النظام عشان يعتمد عليه او لا يعتمد عليه، وقديش نسبه الاعتماد عليه. طبعا احنا بنعرف اذا كان نظام الرقابه الداخليه قوي، تمام، فبالتالي هذا شيء بيريح المدقق، وبالتالي هو بقلل من عيناته وبقلل من اختباراته. لكن اذا كان نظام الرقابه الداخليه ضعيف، فهذا معناه انه في جهد اكبر حيكون من المدقق، والموضوع بحتاج الى تقييم مدقق الحسابات. وايضا في عندنا المعاينه بنستخدمها في الاختبارات الاساسيه للعمليات، اختبار المبيعات، اختبارات ايصالات القبض، اختبارات المشتريات، اختبارات الايرادات، الرواتب، وهكذا. هذه المقصود بالاختبارات الاساسيه للعمليات، زي ما حكينا انه والله انا بدي اتاكد انه كل عمليات المبيعات بتتم وفق الاجراء القانوني والنظام ودوره المستندات المعتمده في الشركه، وفي موافقات بتتم، تمام. وقد تستخدم المعاينه غير الاحصائيه او الاحصائيه والتي تسمى معاينه الصفات، وحكينا قبل قليل في موضوع اللي هي معاينه الصفات. هناك خطط معينه تستخدم في الاختبارات التفصيليه للارصده، وتستخدم المعاينه الاحصائيه او غير الاحصائيه باستخدام معاينه الوحده النقديه او معاينه المتغيرات، تمام. يبقى احنا هان بالنسبه ل معاينة الوحدات النقدية حنشوفها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، بنستخدم فيها المعاينة الإحصائية أو الغير الإحصائية، اللي هي معاينة الوحدة النقدية أهم الطرق الخاصة بمعاينة المتغيرات. وكذلك معاينة الصفات بنستخدم فيها المعاينة الإحصائية أو الغير إحصائية، تمام. معاينة الصفات أو الخصائص، احنا الآن حنركز أولاً في معاينة الصفات أو الخصائص، وفي عندنا معاينة الوحدة النقدية حناخذها إن شاء الله المحاضرة الجاية. محاضرتنا اليوم خاصة بمعاينة الصفات أو الخصائص. ومعاينة الصفات أو الخصائص تبحث في وجود أو عدم وجود صفة معينة أو خاصية معينة في المجتمع، أو قياس مدى تكرار حدث معين، تمام. حكينا في المحاضرة أو في السلايد السابق إيش المقصود بالصفة أو الخاصية. هي عبارة عن شيء نوعي بدنا نتأكد من حدوثه بتكرار في مجتمع ما، زي ما حكينا مثلا ختم فاتورة المشتريات بأنه مدفوع، أو أنه والله فواتير المبيعات كلها فيها سند شحن أو سند صرف مخزني أنه يكون موجود، أو وبالتالي نتأكد أنه هاي الخاصية موجودة في المجتمع اللي احنا بندققه، أو قياس مدى تكرار حدث معين. يعني مثلا والله أكم مثلا عندي عملية مثلا جرد مفاجئ تم على الصندوق، هذا حدث قديش تكرر في السنة، جرد المخازن قديش تكرر في السنة، وهكذا. مثل عدد المرات التي يوجد فيها فواتير بيع غير مرخص بها، تمام، هذه عبارة عن صفة أو خاصية بدي أدققها. كم مرة عندي في فواتير مبيعات مش مرخص فيها، تم عملية البيع بدون ترخيص أو بدون موافقات، طبعا حسب الدورة المستندية المعروفة. خطوات عملية المعاينة. احنا الان شباب
يا طلابي وطالبات، ركزوا معنا الآن. إحنا حنخش أو ندخل في موضوع مهم، إنه أنا بدي أبدأ أختار العينة. كيف بدي أختار العينة تاعتي؟ كيف بدي أقول والله أنا العينة عندي 150 أو والله 500، مثلا عندي أحد من المجتمع تاع فواتير المشتريات مثلا 10,000 فاتورة مشتريات، طب قديش أختار منهم؟ 100 ولا 200 ولا 500 ولا 1000 ولا 600؟ تمام؟ والآن أنا بشتغل شغل إحصائي. تمام؟ أول هذه الخطوات هي تحديد هدف المعاينة، ما الهدف من عملية المعاينة؟ النقطة الثانية تحديد مجتمع الفحص ووحدة المعاينة. تمام؟ المجتمع والوحدة طبعا كله حنشرح إن شاء الله. النقطة الثالثة تحديد الخاصية موضوع الاهتمام اللي هي شروط الانحراف. طبعا هي صح، النقطة الثالثة هي أهم نقطة. تمام؟ لأنها بتتحدث في موضوع نسبة الأمان، نسبة الثقة، هامش الخطأ اللي أنت بتحطه، قديش نسبة اعتمادك على نظام الرقابة الداخلية. وآخر نقطة وهي تحديد حجم العينة، يعني أنا أقول والله العينة عندي مثلا 20 عينة 30، فهذه كلها خطوات بتوصلني بالآخر أن فعلا أصل لحجم العينة. نبدأ واحدة واحدة. أولا تحديد هدف المعاينة. أنا ما هو هدفي كمدقق حسابات خارجي؟ تمام؟ من اختيار العينة، ليش بدي عينة؟ ما الهدف؟ الهدف عادة بشكل عام هو التأكد من مدى فعالية تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خلال التحقق من وجود صفات أو خصائص رقابية معينة. يبقى الهدف أنه هل فعلا نظام الرقابة الداخلية بالشركة فعال، شغال كويس، بحقق الصفات والخصائص اللي أنا بدي إياها، وفعلا هل هذه الصفات والخصائص موجودة؟ طبعا احنا بنحكي عن موضوع العلاقة بإجراءات التدقيق، سواء كان على المبيعات، على المشتريات، على السند القبض، على الصرف، على الرواتب، على كثير من العمليات. وبالتالي مثال التأكد من أن عمليات البيع تتم حسب الأصول ووجود أوامر بيع متسلسلة تمام ومعتمدة ووجود مستندات شحن للبضاعة. تمام؟ هذا نظام رقابة داخلية. السيستم تاع المبيعات في الشركة هل هو فعلا كفؤ؟ هل هو فعلا قوي؟ تمام؟ هل هو شغال بفعالية؟ تمام ولا لا؟ طبعا عشان أنا أتأكد من أنه فعلا نظام الرقابة الداخلية فعال وشغال كويس، إيش بدي أسوي؟ بدي أخذ عينات عشان أتأكد منه. مثال ثاني، التأكد من أن جميع فواتير المشتريات التي دفعت ختمت بعبارة مدفوع. لأن أنا كيف بدي أعرف؟ أنا عندي 10,000 فاتورة مشتريات، كيف بدي أعرف أنه فعلا كلها مختومة بختم مدفوع؟ أشوفها كلها؟ لا، ما بقدرش. تمام؟ وبالتالي بضطر أقول أنه بدي أخذ عينة. هذا أول نقطة، الهدف من المعاينة، لازم أحدد الهدف، إيش بدك إياه بالضبط من المعاينة. اثنين، تحديد مجتمع الفحص ووحدة المعاينة. قد يكون مجتمع الفحص فواتير مشتريات أو فواتير مبيعات أو إيصالات قبض أو سندات صرف أو إدخال مخزني أو صرف مخزني. تمام؟ يبقى تحدد أنت مجتمع الفحص. يبقى هان مجتمع الفحص هو مجموعة العمليات التي يتم اختبارها والتي تتفق مع هدف التدقيق المحدد. ففي حالة المشتريات أو المبيعات تكون فواتير الشراء أو البيع هي مجتمع الفحص. أنت الآن بك تدقق موضوع أنه تكون الفواتير مختومة بختم مدفوع، يبقى مجتمع الفحص عندك شو هو؟ فواتير المشتريات. إيش بدي فواتير المبيع أنا أو فواتير المبيعات؟ طيب إيش هي وحدة المعاينة؟ أما الفاتورة الواحدة من المشتريات أو المبيعات فتكون هي وحدة إيه؟ وحدة المعاينة. يبقى إذا إحنا الآن بدنا ندقق هدفنا أنه نتأكد أنه كل فواتير المشتريات مختومة بختم مدفوع، تمام؟ يبقى مجتمع الفحص عندي شو هو؟ كل فواتير المشتريات. كل فواتير المشتريات. طيب وحدة المعاينة، وحدة المعاينة هي فاتورة المشتريات. يبقى أنا عندي المجتمع كل الفواتير، لكن وحدة المعاينة الواحدة هي فاتورة المشتريات. ثلاث صراحة هي أهم نقطة، يعني موضوع اللي بده تركيز. تحديد الخاصية موضع الاهتمام أو ما يسمى بشروط الانحرافات. الخاصية موضع الاهتمام أو ما يسمى بشروط الانحرافات. إيش يعني هذه النقطة؟ هذا يشمل، ريت تركز شوية هان، تحديد الخاصية التي يجب أو التي يبحث عن عدم تحقيقها، وتحديد معدل الانحراف الممكن قبوله، ومخاطر الرقابة، ومستوى الثقة،
ومعدل الانحراف المتوقع في المجتمع كامل. طبعا صراحة الموضوع فيه تفصيل، راح ناخذ واحدة واحدة من الجمل هذه ومن هذه المصطلحات ونعرفها بالترتيب. واحد، ايش يعني مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض او ما يسمى مخاطر زيادة الاعتماد؟ السؤال اللي احنا دائما بنطرحه ويجب الإجابة عليه، هل فعلا نظام الرقابة الداخلية يمكن الاعتماد عليه؟ تمام، هل يمكن الاعتماد عليه؟ طبعا الموضوع بده اختبارات، بس عملية إجراءات تقييم بقوم فيها المدقق لنظام الرقابة الداخلية عشان يقول أنا والله بقدر أعتمد على نظام الرقابة الداخلية تمام أو بعتمدش عليه وقديش. يعني في عندي أول نقطة بدي أحدد مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا أو ما يسمى بمخاطر زيادة الاعتماد، بمعنى أنا مرات بكون معتمد على نظام إذا نقوله مركن على نظام الرقابة بزيادة تمام، أو ما يسمى مخاطر زيادة الاعتماد، أنا يعني مركن بزيادة على نظام الرقابة الداخلية، هذه فيها مخاطرة. طبعا أنت لما تقول نظام الرقابة الداخلية قوي ومية في المية أنت متأكد، عملت فحوصات وتلاقي في عندي خطورة، أنا في عندي مخاطر في هذا الموضوع اللي هي مخاطر تقييم مخاطر الرقابة، نظام الرقابة بشكل منخفض جدا أو ما يسمى بمخاطر زيادة الاعتماد التي يقبلها المدقق والتي يقابلها نسبة الأمان التي يهدف المدقق للحصول عليها. عادة ما تكون هذه المخاطر 5% ويقابلها مستوى أمان 95%، يعني معنى نسبة الخطر في نظام الرقابة الداخلية 5%. طب وبالتالي انت تقول انا عندي نسبة خطر، في نسبة خطأ في نظام الرقابة الداخلية 5%، طب قديش نسبة الأمان؟ 95%. قد تكون نسبة الخطر 10%، كم تكون نسبة الأمان؟ 90%. تمام، طبعا انت بان هناك علاقة عكسية بين هذه المخاطر وحجم ايه؟ وحجم العين. تمام، بمعنى اذا المخاطر 5% تمام، ايش بتكون حجم العينة؟ بتكون إذا قلت، إذا 5% ولا 10%، إذا كان نسبة المخاطر 5% تمام بده يكون حجم العينة مثلا 10، عفوا بده يكون حجم العينة 100. طب لو كان عندي المخاطر 10% إيش بده يصير؟ زاد، بده يقل حجم العينة. في عندي علاقة عكسية بين هذه المخاطر وحجم العينة. تمام، هذه اول نقطه اللي بسموها مخاطر زياده الاعتماد، انه هناك علاقه عكسيه بين هذه المخاطر وحجم العينه، يعني كلما زادت المخاطر بدي اقلل حجم العينه، او بسموها مخاطر زياده الاعتماد. تمام، النقطه الثالثه تحديد الخاصيه موضع الاهتمام او ما يسمى بشروط الانحرافات. تمام، مثلا هي هم تحدد هي معدل الانحراف المقبول أو ما يسمى أحيانا بحد الدقة الأعلى المرغوب. مثلا إذا قرر المدقق أن معدل الخطأ المتوقع في المجتمع هو 2%، وأن المدقق يقبل بخطأ أو بحدود الخطأ بنسبة 1% من المتوقع، يعني هو في المتوقع أن يكون في خطأ في المجتمع 2، والمدقق يقول لك بزيادة كمان 1، يعني بيكون عند 3%، وقد يعبر عن هذا المدى بقيم مالية. تمام، يعني إيش قيم مالية؟ معنى بفلوس بأرقام. مثلا قد يحدد المدقق الانحراف المقبول بأن يقدر قيمة فواتير البيع التي ممكن تعرضها للانحراف دون أن يكون لها تأثير مادي على إجمالي المبيعات، ثم يقوم بتحويلها للنسبة. إذا كان إجمالي المبيعات مثلا 1,000,000 والمدقق يعتقد أن 10,000 دينار من فواتير المبيعات يمكن تعرضها للانحراف دون أن يكون لها تأثير مادي، فإن معدل الانحراف المقبول هو 1,000 على 1,000,000 1%. تمام، إما هو يحطها بنسبة مئوية، وطبعا هذا العلاقة بخبرة المدقق وممارسة السلوك المهني وخبرة السنوات السابقة اللي عنده، وبالإضافة لتقييمه كمان هو لنظام الرقابة الداخلية الموجودة. هام بده يحدد المدقق معدل الانحراف المقبول، يعني قديش النسبة اللي هو مقبلها. ثلاثة، نقطة ثالثة، بده يحدد معدل الانحراف المتوقع في المجتمع أو معدل الخطأ المتوقع.
يقدر المدقق ذلك بناء على الخبرة السابقة، ويمكن أن يعدل تقديراته التي قام بتحديدها في السنوات السابقة، وهذا لا يتناقض مع معدل الانحراف المقبول، فقد يكون معدل الانحراف المقبول أعلى أو أقل من المتوقع، لأن عنده معدل الانحراف المقبول كمدقق، تمام؟ إحنا أتو حكينا عنه، هذا المدقق بحط والله إنه والله 2%، هذا بعتبره معدل انحراف مقبول، تمام؟ لكن هو قديش بتوقع يكون في انحراف؟ هذا قلنا زي ما حكينا بيعتمد على تقديره على خبرته السابقة، فهان هذا طبعا بتناقضش مع المقبول، يعني أنا والله أنا بقول أنا عندي والله المقبول عندي 2%، لكن أنا والله متوقع يكون 5%، 6%، تمام؟ هذا كله حنشوف الآن بعد قليل. فقد يكون معدل الانحراف المقبول أعلى أو أقل من المتوقع. طبعا انتبه، لذلك توجد علاقة طردية بين معدل الانحراف المتوقع وحجم العينة. إذا أنت بتقول إنه احتمال معدل الانحراف 5%، بتاخذ عينة 50، طب لو صار 6% 60، يبقى كل ما زاد معدل الانحراف اللي أنت بتتوقعه في المجتمع بدك تزود حجم العينة، لأنه الخطر قاعد بيزيد، أنت متوقع إنه في نسبة انحراف كبيرة، بدك تزود حجم العينة، العلاقة طردية. النقطة الرابعة تحديد حجم العينة، وهنا طبعا كله بتحدد بناء على الفقرات السابقة اللي هو معدل الانحراف المقبول ومستوى الثقة أو المخاطر ومعدل الانحراف المتوقع، تمام؟ هذا كله يبقى أول نقطة قلنا عشان أحدد حجم العينة يقوم المدقق بتحديد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا، وبالتالي اختيار صفحة الجدول التي تتعلق بهذا التقدير. يعني أنا عندي جدولين، طبعا الجداول هذه عملها معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، في عمل جدولين، في جدول نسبة مخاطر 5% وفي مستوى خاطر 10%، هذه طبعا خاصة بنظام مخاطر نظام الرقابة الداخلية، تمام؟ يقوم المدقق تحديد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا، وبالتالي اختيار صفحة الجدول المتعلق بهذا التقدير إما 5% أو 10%. اثنين، يحدد المدقق معدل التحريف أو الانحراف المقبول حسب الجدول، طبعا هي تتراوح بين 2 إلى 15%، هذا المدقق بيحددها بين 2 إلى 15%. ثلاثة، يحدد المدقق معدل التحريف أو الانحراف المتوقع في المجتمع كما في الجداول بالطريقة طبعا السابقة، حنشوفه إن شاء الله، تمام؟ أربعة، يتم بعد ذلك استخدام الجداول المناسبة التي تبين حجم العينة بناء على هذه العوامل. خلينا نشوف الآن الجداول، سواء جدول رقم 1 أو جدول رقم 2. تمام، نشوف الجداول، هي عندي جدولين، هي أول جدول، إيش المقصود بالجدول هذا؟ تمام، ماشي، ما المقصود بالجدول هذا؟ تمام، هان عندي أول شيء هاي بتتعلق بمخاطر زيادة الاعتماد 5%، يعني مخاطر تقييم الرقابة الداخلية بشكل منخفض جدا، يعني هان عندي 5%، يعني مخاطر زيادة الاعتماد 5%، تمام؟ في خطر إنه والله في احتمال يكون في خطأ في نظام الرقابة الداخلية ب 5%. بالحالة هذه هان معدل التحريف المقبول اللي بيقبله مين؟ هاي عند 2% 3 إلى 15، وفيها عندي هذا أفقي عمودي معدل الانحراف المتوقع في المجتمع اللي بتوقع المدقق بناء على خبرته. طب الأرقام اللي في النص ها 149 99 150 إيش هو هذا؟ هذه عبارة عن حجم العينة، وين بتقاطع؟ معدل التحريف المقبول مع معدل التحريف المتوقع، وين بتقاطع مع بعض بكون هو حجم أي العينة. طبعا عندنا الآن حناخذ مثال بالأرقام إن شاء الله، طبعا هي جداول جاهزة عدها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. في الجدول الثاني نفس الطريقة نفس الجدول، لكن هذا بيكون عندي مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا، مخاطر زيادة الاعتماد هن عندي 10%، مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا هن 10%، هن قديش 5، هاي الفرق بين الجدولين، تمام؟ وبالتالي أنا عندها باجي بقول معدل الانحراف المقبول من 2 إلى 15% نفس هذا، معدل التحريف المتوقع بيبدأ من 0 إلى 8.5، تمام؟ و7 موجود 7.5، لكن هن إيش الجدول مطوش شوي، فنفس الأرقام لكن اللي اختلف فقط إنه
مخاطرة زيادة اعتماد في الجدول الأول 5%، في الجدول الثاني كم؟ 10%. احنا لو شفنا، لو ركزنا على مثال بسيط، لو ركزنا على مثال بسيط، انت تطلع الآن أنا بدي أقول العلامة الزرقاء هذه عندي معدل الانحراف المقبول 5%، معدل الانحراف المتوقع عند 2.5%، طبعا الفرق بينهم تقريبا بتحكي انت عن من 6 ل 2.5 3.5%، 150 مفرد لازم يكون العينة. لو جينا في زيادة مخاطر الاعتماد، عشان بس نتذكر معلومة تو أخذناها في السلايد، لأن لو قلت أنا عندي 6 معدل انحراف مقبول على 2.5 معدل تحريف متوقع، 6 على 2.5 قديش بيطلع عندي هان؟ بيطلع عندي 110. طيب ايش صار في حجم العينه؟ حجم العينه قل. احنا قلنا قبل قليل انه عندي علاقه عكسيه بين مخاطر زياده الاعتماد وبين حجم العينه. هان عندي كان 5% العينه 150، صار 10% العينه صارت قديش؟ 110. فالعلاقه العكسيه بين مخاطر زياده الاعتماد ومخاطر زيادة الاعتماد وأيضا حجم العين. تمام؟ نشوف الآن مثال. مثال: يقوم المدقق بتنفيذ اختبارات الرقابة الخاصة بدورة المشتريات، وأراد التحقق من أن كل فاتورة مشتريات تم دفع قيمتها قد تم ختمها بكلمة مدفوع. المثال اللي حكيناه قبل قليل. ومن أجل تحديد حجم العينة قام المدقق بتحديد الأمور التالية. نقدر نمشي في الخطوات، لأن هو المدقق بده يختار إيه؟ بده يختار حجم العينة. واحد، حدد مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، يعني قال يعني اختار الجدول رقم واحد اللي هي مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، هذا جدول رقم واحد. اثنين، معدل الانحراف المتوقع في المجتمع 2.5%، يعني المدقق بيتوقع أن يكون في المجتمع عندنا 2.5%، وهذا بناء على خبرته. ثلاثة، معدل الانحراف المقبول 6%، يعني هو بيقبل، طبعا احنا قلنا ممكن يكون المقبول أكبر أو أقل من المتوقع 6%. بناء على هذه العوامل نشوف احنا الآن اللي حددها قديش حيطلع عندي حجم العينة، هذا تمام. نشوف كيف، تمام، ممتاز جدا. هان أول شيء أنا اخترت الجدول اللي هو في مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، كان عندي أيوة الجدول، اخترت الجدول رقم واحد. بعدين اجيت على معدل الانحراف المقبول قديش حددوه 6%، ومعدل التحريف المتوقع 2.5%، وين بتقاطعوا مع بعض؟ 6 مع 2.5 بكون عندي حجم العينة 150 فاتورة، وبالتالي المجتمع اللي عندي اللي فيه فواتير المشتريات بهذه الاعتبارات وهذه الضوابط لازم اختار منه 150 فاتورة. 150 فاتورة هذه هي حجم العينة، حجم العينة 150 فاتورة. واضحة؟ يبقى الآن نعيد مرة ثانية، وين متقاطع؟ اللي هو العمودي التحريف المقبول، أول نقطة احنا قلنا أنه لازم يكون 5%، خلصنا من 5%، هذا الجدول الأول. طب لو بنستخدم الجدول الثاني نفس الآلية بنفس الطريقة، لكن طالما هو قال لك أنه والله مخاطر تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، في الحالة هذه بختار طبعا منخفض جدا، معناه انه نظام الرقابة ضعيف، تمام، فبروح بزود هو حجم العينة، تمام، هو مقيم مخاطر الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، راح ازود هو ايه؟ زود 550. فبقول 5% الستة هان تحريف مقبول مع تحريف متوقع، الستة تقاطعت مع 2.5 صار عندي ايه؟ 150. هذه هي ال 150 هي حجم العينة. أنا عندي لازم أفحص واختار ودقق 150 فاتورة مشتريات، تمام. بعد والآن احنا النقطة المهمة الآن خلصناها، انه احنا اختارنا، طبعا أساس الجداول هي جاهزة، بنعيد مرة ثانية، هذه الجداول جاهزة معدة مسبقا ومجهزها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. بعد ما اخترنا وحددنا حجم العينة يصبح من الممكن اختيار المفردات، وتتم هذه المرحلة بالخطوات التالية. وقال الآن احنا عرفنا انه لازم نختار 150 فاتورة مشتريات. طب
ايش نسوي؟ اول شيء اختيار مفردات العينه باحدى الطرق المذكوره سابقا. احنا اخذنا العشوائيه او المنتظمه او الطبقيه او العنقوديه، نبدا نختار ال 150 مفرده او 150 فاتوره مشتريات. كيف بدي اختارهم؟ كيف بدي اختارهم؟ باحدى الطرق الاربعه شرحناها في المحاضره السابقه، اما بالطريقه العشوائيه بشكل عشوائي او بالطريقه المنتظمه، بعمل مدى عيني بينهم مثلا رقم واحد، رقم مدى العين مثلا 40 يكون طبعا لها طريقه وضحنا المعادله تاعتها، او العين الطبقيه او العين العنقوديه. اثنين، ببدا انفذ اجراء تدقيق الرقابه على مفردات العينه، يعني انا نقيت 150 فاتوره اخترتهم بطريقه عشوائيه او منتظمه او طبقيه او غيره، ايش بدي اتفرج عليهم؟ ولا بدي احطهم على شقه اخليهم هيك احجزهم في مكان؟ لا، انا بدي ابدا اجري اجراءات تدقيق الرقابه على مفردات العينه من اجل تحديد عدد الاخطاء الموجوده بالعينه او تحديد عدد مرات الانحراف عن اجراء رقابه محدد مسبقا. يعني انت بدك تختار او اخترت ال 150 فاتوره مشتريات، هاي العينه تاعتك اخترتها، تبدا الان انت تفتش وتدقق وتفحص على الخاصيه اللي انت بدك اياها او الصفه اللي انت بدك اياها، اللي هي انه والله تكون الفواتير المشتريات مختومه بختم مدفوع. بدك تاخذ فاتوره فاتوره ال 150، ايش اسم عينه بدك تاخذ برضه من العينه؟ عينه بزبطش، تمام. انت بتاخذ عينه 150 بتفحصها فحص دقيق حتى تتاكد انه هذه الصفه موجوده. طب قديش حيكون في عندنا اخطاء؟ الان حنشوف من ال 150 كم فاتوره مشتريات حيكون مش مختومه، تمام. تقييم نتائج العينه، انا ببين ونتيجة للخروج بنتيجة فيما إذا كانت هناك التزام بالإجراءات الرقمية، حيث يتم مقارنة معدل الخطأ من العينة بمعدل الخطأ المقبول والذي حدده المدقق مقدما اللي هو 6%. ويوجد جداول لتقييم نتائج العينة، فإذا تبين أن معدل الانحراف حسب العينة أكبر من المعدل المقبول فإن هذا يؤدي إلى الاستنتاج أن الصفة الرقمية التي يختبرها المدقق غير ملتزم بها والعكس. يعني لو لقى أنه الانحراف في العينة اللي هو اختارها لقى من مثلا 150 لقى عندك 50 فاتورة مشتريات بلا ختم مدفوع، يعني 30%. طب النسبة المقبولة عنده 6%، على طول بقول انه لا يوجد التزام بهذا الإجراء في نظام الرقابة الداخلية بالشركة. لكن لو كانت النسبة مثلا زي ما احنا حنشوف نسبة قليلة مقبولة، تمام، يعني زائد أو ناقص واحد بالنسبة لمعدل الانحراف المقبول، فبيستنتج انه الصفة الرقمية متوفرة. طبعا في جداول بيستخدموها عشان يختبر هاي نرجع بس يقيم نتائج العينة، يقيم نتائج شو؟ العينة، تمام. انه هو الان اخذ عينة فحص دقق ايش بيطلع معاه، بدنا نقيم نتائج العينة عشان بلاش نلخبط، هاي جداول مختلفة. الان هاي نفس الكلام، الجدولين زي بعض، ايش اللي بيختلف عن بعض؟ انه هذه مخاطر تقييم الرقابة بشكل منخفض جدا 5%، وهان المخاطر كام؟ 10%. احنا ايش كان عندنا؟ عندنا 5% كان، فبدي اشرح هذا. اذا كان عندي خام هان بقيس الافقي عدد التحريفات الفعلية المكتشفة، يعني اللي اكتشفناها واحنا بندقق العينة، يعني وانت بتدقق ال 150 فاتورة مشتريات كم فاتورة طلعت مش مختومة مدفوع؟ والله يمكن 1 2 3 5 7 9 10 وهكذا، تمام. طب قديش هو حجم العينة؟ بنختار العينة اللي اخترناها احنا، قلنا 150. الآن حنشوف إن شاء الله المثال، حنشوف المثال. تمام. شوف المثال، مثال على كيفية استخراج حجم العينة من الجدول. طبعا هنا لا، هنا عندي خطأ. هان تقييم نتائج العينة. تمام، تقييم نتائج العينة. نشوف، نرجع لنفرض مثلا بناء على المعلومات التي تم بيانها في المثال السابق،
تم تحديد حد معين وقديش؟ قلنا 150 أو 0.5% للمخاطر، تقييم مخاطر الرقابة للانحراف المقبول عندنا كان ستة في المية، المتوقع كان 2.5، وهكذا. في عندها 150 فاتورة مشتريات هي العينة، نفترض أن المدقق اكتشف 3 فواتير محرفة، يعني وإحنا بندقق الفواتير 150 فاتورة 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 لقينا أو وجدنا 3 فواتير محرفة. إيش يعني محرفة؟ يعني غير مختومة بكلمة مدفوع. يقوم بالحالة هذه المدقق باستخدام الجدول الخاص بمخاطر 5% اللي هو الجدول الأول، وهي نفس المخاطر التي استخدمها لتحديد حجم العينة، ومن ثم يقوم بمقابلة حجم العينة التي تم استخدامه وهو 150 مع عدد الانحرافات التي تم اكتشافه في العينة وهو 3 تحريفات أو 3 أخطاء، أو يعني 3 فواتير فيهم أخطاء. وعند مقابلة هذين المتغيرين يتبين أن من الأرقام التي داخل الجدول أن معدل التحريف الموجود في المجتمع بناء على نتيجة العينة هو 5.1%، ومقارنة هذا المعدل مع معدل التحريف المقبول الذي قام المدقق بتحديده مسبقا وهو 6%، نجد أن معدل التحريف في المجتمع أقل من معدل التحريف المقبول. تمام؟ هذا يعني أن المجتمع غير محرف تحريف مادي، ويعني قبول المجتمع واعتبار الصفة الرقمية متوفر. يعني إيش؟ النتيجة اللي وصل إلى من خلال العينة بعممها على كل المجتمع. كيف اشتغلنا هان؟ هاي شغلنا هان بنفس الطريقة السابقة. أنا باجي بقول عدد التحريفات عندي حجم العينة قديش؟ 150، اخترناها بالخطوة السابقة. طيب عدد التحريفات، طبعا احنا قلنا 5%، عدد التحريفات المكتشفة لما دققنا فواتير المشتريات طلعت 3. تمام؟ هاي 3، فبمشي عمودي، لما يتقاطع العمودي مع الأفقي مع 150 مع 3 عندي 5.3. 5.3 قريبة جدا من 6% اللي هي معدل الانحراف اللي بيقبله المدقق المقبول. طب لو لقوا مثلا 10، لا كثير. لو لقى 3 بكون نور على نور، يعني كل ما قل بكون الامور كويسه. تمام؟ لكن هان عنده 5% وقريب ل 6%، وبالتالي هذا ايش؟ قريب للمعدل المقبول عند المدقق. هذا يعني ان المجتمع غير محرف تحريف مادي. تمام؟ يعني في اخطاء، لكن اخطاء غير ماديه بتاثرش يعني، ويعني قبول المجتمع واعتبار الصفه الرقميه متوفر. يعني هذه الصفة الرقمية، وهي أنه فواتير، أن جميع فواتير المشتريات مختومة بختم مدفوع، هذه الصفة متوفرة في نظام الرقابة الداخلية للشركة. طب يا أستاذ لقينا 3 حالات، مش مشكلة يا أستاذ، هذه يعني أمر مقبول في سياق نسبة الانحراف اللي بحطها المدقق. طب هل ممكن نلاقي 100% التزام؟ طبعا ممكن، لكن في التدقيق أنه أنت بتحكي عن حجم عمليات كبير، بتختار أنت نسبة تكون مقبولة لك كمدقق، حتى لو كان في انحراف بسيط تكون مقبول فيها، طالما انحراف غير مادي ولا يؤثر على الإجراءات الرقمية ولا يؤثر على قرار المدقق. تمام؟ محاضرة صراحة بدها تركيز. احنا اخذنا في هذه المحاضرة شغلتين مهمات جدا، كيف نحدد حجم العينة، تمام، وقلنا في جداول جاهزة للكلام هذا، وكيف انه نقيم نتائج العينة، يعني هل العينة فعلا نعمم نتائجها على المجتمع ونعتبر أن صفة متوفرة، ولا لا أنه والله النتائج بتقول أنه هذه الصفة غير متوفرة. بأتمنى أنه نحضر هذا الفيديو بتركيز باهتمام، نركز في الجداول بشكل كويس، استخدامها بسيط جدا، لكن الفكرة أنه طالما تحدثت الانحراف المتوقع والانحراف المقبول وتقييم مخاطر الرقابة، تمام، الموضوع بعدك سهل جدا أنه تحدد حجم العينة، وبعدك تختبر العينة تعطيك هل هي يعني معبرة أو غير معبرة، أو بتأكد أنه الصفة متوفرة أو غير متوفرة. بشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله يعني نلتقي بكم في محاضرة قادمة، حتكون إن شاء الله في معاينة الوحدة النقدية، أو اللي هي معاينة المتغيرات أو تدقيق المتغيرات. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.